السوسيتي تاعنا راهي معايا من 1969 واللي تأسست وكذايا، تخدم جميع أنواع الجلود شبه الجلود، مام عندها ثانية عندها خبرة في الأنسجة، كل حاجة اللي عندها علاقة بالجلود وكذايا تخدمها على سوسيتي. شوف كاين لي سوسيتي كاين لي برودوي كاين تنوع في كلش، في الحضور كذايا دي جون شوية بالك غدوة غير غدوة واحدة جوسكا ديمونش إن شاء الله بالك يكون فيها حضور إن شاء الله. مؤسسة تاعنا نشأناها سنة 2011، المقر تاعها ولاية سطيف. المؤسسة تاعنا مختصة في الألبسة المهنية والطرز الإلكتروني. اليوم الأول في المعرض هذا لاحظنا توافد محتش للزوار، إن شاء الله اليوم الثاني والثالث يكون توافد كبير إن شاء الله. وبالمناسبة المعرض هذا كانت لنا فرصة للتعريف بالمنتوج الوطني، منتوج الوطني، وثاني فرصة لعقد شراكة مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين في مجال النسيج والجلد. احنا مون سوسيتي تاعنا تخدم سبيسيالمون لي تريتمون تاع لي فيل، تريتمون تاع لي فيل يعني كيما نقولوا صناعه ومعالجه الخيوط. كيما راك تشوف هنايا خيوط تاع الخياطه، خيوط تاع السيرجي، وان شاء الله وبيانتو ندخلوا في دي موديل اخرين تاع انواع الخيوط. احنا بالنسبه لنا يعني عموما يعني المعرض هذا راه ما شاء الله يعني هو خاص بالنسيج في التكستيل، في اقبال يعني ما نقولوش بلي اقبال ضعيف ولا اقبال كبير، اقبال متوسط يعني. وهذا النهار الاول، النهار الاول ما نشدوش عليه مازال 3 جور. عموما يعني المعرض لاباس به يعني جاوا العارض من مختلف الولايات. المؤسسه تاعنا سوبس هي مختصه في بيع لزوتي تاع لا سيكوريتي، وثاني نديروا لا كونفيكسيون يعني على حسب لا دوموند تاعكم تو سكي لي صالوفات لي بلو طراي لي كومبينيزون كامل. ومرحبا بكم عندكم معنا، مرحبا بكم عندنا. يوم اول كان حي، نقدروا نشوفوا بلي كاين بزاف كيش يقول لك لي كونكورون، كانوا كاينين بزاف، كاين بزاف اختلاف في الثقافات واختلاف في الافكار. يعني نقدروا نقولوا بلي فتحت لنا الالهام وجات جاتنا الالهام وكانت مليحة يعني اكسبيريونس مليحة. نهار اول كان في القمة، نقول لك باللي كان خاصو يكون يزيدوا يسمعوا به اكثر باسكو ما سمعوش به بزاف.